بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرض أحداث اليوم من تلفزيون السودان، معكم في تقديمه عواطف محمد عبد الله. هذه أبرز عناوينه. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يقف على المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بسد أربعات. لجنة الدعاوى الدولية ضد الميليشيا بوزارة العدل تناقش الخطة الفنية لملاحقة المتهمين. المدير العام لقوات الشرطة يتفقد سير العمل بإدارة السجل المدني في بور سودان. أهلا بكم. تفقد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم تفقد المناطق المتأثرة بانهيار سد أربعات على رأس وفد يضم مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية وممثلين للهلال الأحمر السوداني والدفاع المدني وجهاز المخابرات العامة والمنظمات الدولية والإقليمية الداعمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمعية الهلال الأحمر القطري. ووقف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على آثار الدمار الناجم عن انهيار السد، واستمع إلى المواطنين وعدد من قيادات المنطقة. هذا وقدم وزير المالية مساعدات عينية للمتأثرين بانهيار السد. بالفيضانات، بالسيول، التجارب المرة الآن البلاد تمر بها، والحكاية دي ما محصورة فقط في أربعات، لكن الآن الأهل في مواقع مختلفة بما في ذلك طوكر، الأهل في دنقلة، الأهل في مواقع مختلفة من السودان. الآن السيول حتى في دارفور، في كردفان، السيول الأمطار أثرت تأثير كبير على حياة الناس، وده بيورد الحشاشة الموجودة في البنية حقتنا، ومحتاجين احنا نعيد ترتيب حالنا بصورة أفضل إن شاء الله. الحرب دي تنتهي بنصر عزيز عاجل غير عاجل لقواتنا المسلحة والقوات المساندة لها، وإن شاء الله الناس تتفرغ للإعمار بخطط جديدة، بفهم جديد، بترتيب جديد، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقلل من الهشاشة دي قدر الإمكان، نبني بناء متين بحيث أنه الناس ما يكون في مجاري السيول، عشان كل شوية نجد نفسنا في وضع زي ده. ونحن جينا بوفد كبير كما تفضلت الأخت مفوضة العون الإنساني، نحن جينا بوفد من كل المنظمات، الهلال الأحمر، الدفاع المدني، اليو ان دي بي، مفوضة العون الإنساني، حتى ناس المخابرات، كل الناس معنا هنا عشان يشوفوا بعينهم، يسمعوا بأذانهم بصورة مباشرة، بعد ذلك نعكس الحكاية دي. نحن هنجمع كل الأطراف في الدولة المعنية بإغاثة الناس، بإعادة ترتيب حالهم، كلهم حيكونوا موجودين إن شاء الله، نناقش الأمر، نشوف الحاجة المطلوبة بسرعة عاجلة شنو، والحاجة اللي تعالج لنا المشكلة من جذورة في المستقبل القريب، كيف نعيد بناء السد بطريقة صحيحة، ما تعرض الحياة في المنطقة كلها، الإنسان والحيوان والنبات المخاطر اللي الناس شافوها الان. يعني نحن لسوء الحظ ما وصلنا للنقطه الاخيره في السد، يبدو ان الطريق فيه اشكالات، لكن يعني نحن بقرب من موقع السد والمياه ما زالت جاريه. هذا دليل انه الحكايه كانت كبيره جدا وجرفت جزء كبير من حياه الناس هنا، ونحن نترحم مره اخرى لارواح الناس، ناكد انه في دعم الان وصل للناس في شكل طعام وفي شكل إيواء. نعمل من الأخ المدير التنفيذي يشرف بصورة مباشرة أنها تصل كل الأسر، صعب جدا وصول الناس في وسط الجبال، لكن مهم أن الحكاية ما تقع حق ناس مدينة وناس القريبين من المدينة، الناس البعاد لهم أولى، عشان كده لازم نجتهد في أنه نوصل لهم الإغاثة، الناس المقطوعين لازم نجد طريقة نصل لهم، وده مهمة أخواننا الدفاع المدني لازم يرونا كل القرى دي حصل فيها شنو، بمسيرات طائرات طوافة، لكن لازم نصل لها، لازم نعرف اللي حصل لهم شنو، ونجي نجتهد في معالجة
عالجت الأوضاع بإذن الله سبحانه وتعالى. من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية، قالت إن هدف هذه الزيارة هو الوقوف على الاحتياجات الملحة للمتأثرين من انهيار سد أربعات، فيما أكد مدير العلاقات الدولية بالهلال الأحمر السوداني بركات فارس، أكد أن أهداف هذه الزيارة بغرض الوقوف على الاحتياجات العاجلة للمتضررين. هنا أنا أزرق ونقيف معاك، وقصدنا أنه نحن نجي الحتة دي عشان نشوف بعيوننا، ما نسمع ساي، فنحن جينا الحمد لله مشينا المناطق اللي هناك، وجينا الآن نشوف المنطقة بتاعتكم ونترحم على أن الناس اللي فقدناهم ربنا يتقبلهم، والناس اللي لغاية أسي بيبحثوا عنهم برضو ربنا يجمع بيهم، على أساس أنه يعني أن إحنا جينا هنا وكلنا وفد كامل من جهات مختلفة، أنا من المفوضية، الأخ الوزير، الدفاع المدني، المنظمات، كلها جات عشان تعرف الحاصل بالضبط شنو، وبالتالي الحمد لله نحن وقفنا على الحاصل، وفي حاجات محتاجة زي ما انت قلت الناس يعني يساعدوا فيها ويسرعوا فيها. الآن نحن جينا وبرضو جينا بحاجة بسيطة جدا على الأقل تعينكم في الأيام الجاية، ونشكر أخواننا في الهلال الأحمر سبقونا قبل يومين جوكم هنا وانت شكرتهم ونحن برضو نشكرهم. والآن نحن برضو معانا منظمات تابعة للأمم المتحدة الآن موجودين معانا، هم برضو عندهم دور كبير جدا بقوموا به، وفي عون كبير جدا هيجوا يعملوه، ممكن تكون الليلة وبكرة، لكن هي إنه ممكن يعملوا حاجات للمستقبل عشان القضية دي تتعالج علاج جذري، دي الحاجة المهمة قصدنا أنه يجوا معانا. وفي مركز الملك سلمان برضو يعني من هنا نرسل له تحية وتقدير أنهم هم ساهموا معانا من قبل السيول ومن بداية مشكلتنا في السودان، هم ساهموا معانا عبر منظمات سودانية وطنية، وصراحة كانوا يعني نحن نقدم لهم صوت شكر. هي ثلاثة منظمات، منظمة الإشراق والاغتنام ومنظمة الإضافة، والإضافة هسي جايبة المواد بتاعت الإيواء دي صراحة من منظمة الإضافة من مركز الملك سلمان، لكن عبر منظمة الإضافة. طبعا زي ما ذكر ممثل المجتمع انه الهلال الاحمر هنا كان معهم من قبل 3 ايام، فعلا من الساعات الاولى لحدوث الكارثه كنا هنا، ارسلنا فرق المتطوعين لاجراء بعض المساعدات وقد تم، والان يعني في مرحله مع السلطات المعنيه بالدفاع المدني نفتش عن الجثث التي قد تكون هنا او هناك من اجل يعني اكرامهم وايواءهم واقصد وسترهم، وايضا نجري ايضا مسوحات مع الجهات المسؤوله في الدوله لتحديد المحتاجين وعددهم كم، وجهود تكون ان شاء الله متضافره ومتكامله، لانه زي ما انتم شايفين المساله يعني اكبر من قدرات اي منظمه منفرده. من جانبه قال ممثل برنامج الامم المتحده الانمائي، قال ان الجوله التفقديه تاتي في اطار البحث عن ايجاد حلول جذريه للمشكله التي يعاني منها سكان المنطقة. Minister, for inviting me and my team to be with him to visit this site, the affected communities. I want to bring the word of solidarity from the entire United Nations family for the people affected. We are very saddened by the loss of life, loss of properties, loss of possession. We know that many communities have lost everything. It's important, as Minister said, the HAC Commissioner said, to provide immediate relief, but also to look at solutions for the long term, so that this will never happen again. Every disaster like this is a tragedy, but it's also an opportunity to build back better, to have solutions that address the root causes, that provide solutions for water, for livelihoods, for the communities who want to stay here, to love their land, and they
take nutrition and all their support from the land in which they live. فيما تعهد مدير الهلال الأحمر القطري بالسودان الدكتور صلاح الدعاك تعهد بتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين بالمنطقة. حقيقة نحن اليوم هنا في السد للوقوف على الأضرار التي حصلت والتعزية أهلنا في هذه المنطقة على الخسائر التي حصلت نتيجة للسيول ونتيجة للفيضان الذي حصل وانكسار السد. فوصلنا نحن الحمد لله حتى بوابة السد وقابلنا بعض الأسر وتفقدنا احتياجاتهم. إن شاء الله سترفع كل هذه الاحتياجات في شكل مقترحات إلى مكتبنا في الدوحة وتحديد المساعدات التي يمكن أن نقدمها في الفترة القادمة. هذا الحضور الكبير من الوزارات، من الأمم المتحدة، من الهلال الأحمر وعدد من المنظمات يوضح أن هذه الكارثة هي محط أنظار كل المؤسسات. إن شاء الله نقف جميعا لوضع حل جذري وحل دائم لهذه المنطقة، وهو حل لمشكلة مياه بورسودان وحل لأمان هذه المنطقة من أي فيضانات في المستقبل. رأى ممثل المنطقة عن شكره وتقديره للجهود الرسمية والشعبية والمنظمات الوطنية والدولية في تقديم العون والمساعدة لأهل المنطقة. أولا يعني شكرا للسيد وزير المالية والوفد المرافق في هذا الزيارة الطيبة، ونحن كمواطنين منطقة أبوآت عامة وفي المناطق الثلاثة، والألم كثير والأضرار كثيرة، ولكن حضور كل الحكومة على برهان الأدوال وآخرون الوزير يعني خففت أن يعني بشؤوننا، والحمد لله قدر الله ما شاء والدلل كثير، ويمكن على حسب الناس يمكن المفقودين كتار لحد هسه أخواننا المحلية عارفينها. ونحن أول ما اتصلنا بمحلية الغنى والوليد وأخونا علي جزاه الله خير طوالي أدانا إسعاف وجينا هنا. نحن لما وصلنا هنا زيادة بس قبل ما ينكسر السجينة، والحمد لله يعني كلمنا الناس على الأقل يعني عشان المناطق التهد والمناطق الموجودة ذي هنا عشان يطلعوا على الجبل، والحمد لله يعني جزاه الله خير أخونا المدير التنفيذي أدانا العربية، والحمد لله مشينا والسد اتكسر وبلغنا في وقته، وكان في ودنا يعني كان تجي الطائرة المروحية لإنقاذ العربات، ولكن إن شاء الله ما قدر الحكومة ما توفقت ودا قدر الله والحمد لله. وبعد كده إن شاء الله أخبرنا الناصرين الأحمر جزاهم الله خير أول ما جو لبوا هذا دا ودا وجابوا لنا أكل الحمد لله، وجابوا خيم وقالوا الأكل ده أي مواطن أدوه، والحمد لله كان العالقين كثيرة بهنا وبهنا، يمكن لحد امبارح كان الأكل ده الحمد لله كفى الناس. وأخواننا الناس المناطق جزاهم الله خير يمكن من الليلة بدوا فيها يوزعوا فيه على حسب المنطقة وعلى حسب يعني الزمن. انعقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية لإقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد قوات ميليشيا التبرد الإرهابية وقادتها والدول المساندة لها برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة مولانا هويدا علي عوض الكريم وبحضور أعضاء اللجنة. وناقش الاجتماع خطة العمل الفنية للمرحلة المقبلة التي تتركز على تعيين الخبراء والمكاتب الدولية وجمع البيانات وحصر الدول والجماعات والأفراد الذين ثبت تورطهم في مساندة ميليشيا التمرد الإرهابية في حربها ضد السودانيين بغرض الملاحقة القانونية الدولية. شارك وزير الثقافة والإعلام دكتور جراهام عبد القادر برفقة والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور في مراسم ودع القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فور سودان السفير سامح فاروق شحاتة بحضور حكومة الولاية واللجنة الأمنية بالولاية وسفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السفير هاني صلاح والقيادات الأهلية والمجتمعية بالولاية. وثمن الوالي العلاقات الأزلية والتاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين. من جانبه أكد السفير المصري بالسودان هاني صلاح
أزلية العلاقات التاريخية والمتطورة بين البلدين الشقيقين، فيما تقدم السفير سامح فاروق بالشكر لحكومة ولاية البحر الأحمر والجهات الاعتبارية الأخرى، معربا عن سعادته لتسمية شارع مصر بمدينة بور السودان. خلوق ورجل هي تفتخر مصر به، زي ما ذكروا الإخوة خلال الفترة الماضية الأربع سنين الماضية وقبل الحرب، الأخ سامح قدم الكثير لولاية البحر الأحمر، منها أدوية لمستشفى الأطفال، منها أدوية لمركز غسيل الكلى، منها جناح في المكتبة الولائية في مدينة بور السودان. حقيقة كان يزور المواطنين في الولاية في أفراحة في أفراحة. فهو منهم وإليه حقيقة. وبعد الأزمة الحالية الأقسامي حقيقة كان يهتم كثيرا بمنح التأشيرات لإخوته السودانيين وخاصة الطلاب والمرضى. أنا عايز كمان كنا نحط لوحة هنا نسميها سيادة الوالي معالي الوزير السيد قائد المنطقة العسكرية، شكرا السودان. واحنا بنتكلم النهارده مش عايزين ننسى برضه، وانا كلامي اصبح ممل ومكرر بس لازم اقوله في كل مناسبه عشان الاجيال الجديده تعرف السودان عمل ايه عشان مصر. لولا السودان ما كانش هيبقى في حرب 73، لازم الناس تعرف الكلام ده، كل الناس تعرف الكلام ده، وكل الاجيال الجديده تعرف السودان قدم ايه لمصر، واستضاف مصر ازاي في اوقات المحنه واوقات الازمه، وحارب جنب مصر ومات له رجاله كتير جنب مصر، مش في حرب واحده، في كل الحروب اللي قابلتها مصر. وبعدين مش عايزين ننسى ان احنا كنا بلد واحده، ان شاء الله دايما نفضل بلد واحده. بصفة عامة كان لتعاون جميع الجهات الرسمية السودانية مع القنصلية في بور السودان أبلغ الأثر والمساهمة الطيبة في إيجاد حلول لكثير من المشاكل والمعوقات التي واجهت عملنا. لقد كان لي شرف بتمثيل جمهورية مصر العربية من خلال عملي بالقنصلية في بور السودان، في بلد لدينا جميعا كمصريين حب وشوق للتواصل مع شقائنا من الشعب السوداني الطيب الكريم والمضياف والأصيل. نظرا للعلاقات الطويلة الممتدة على مدار التاريخ والمصير المشترك للبلدين الشقيقين، واسأل الله ان يحفظ السودان وشعبها الكريم خاصة في الظروف الحالية التي بإذن الله ستمر بخير وسلام وتعود السودان افضل حال واستقرار وازدهار. اكد الفريق اول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة، اكد اهتمام رئاسة قوات الشرطة بترقية وتطوير الأداء لكافة المعاملات الشرطية الخدمية والأمنية التي يتم تقديمها للمواطنين، خصوصا معاملات الأوراق الثبوتية وإثبات الشخصية بما يحافظ على هوية وكيان الدولة. جاء ذلك لدى زيارته التفقدية ووقوفه على سير العمل بالإدارة العامة للسجل المدني. وأشاد مدير عام الشرطة بالتعاون والتنسيق بين رئاسة قوات الشرطة وشركة سوداتيل فيما يلي إنفاذ المشروعات الوطنية والبرامج القومية والخطط الاستراتيجية للدولة ذات الاهتمام المشترك. عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان. وقفت كاميرا تلفزيون السودان على حجم الأضرار والدمار الذي لحق بمستشفى الشرطة بالفاشر جراء القصف المدفعي من قبل ميليشيا الدجل الإرهابية واستهدافها المتعمد للمستشفيات والأعيان المدنية ضمن سلسلة جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين بالفاشر. وأظهرت جولة الكاميرا حجم الدمار والخراب في أقسام المستشفى والمعامل وسيارات الإسعاف والمكاتب الإدارية.
تسلم والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة مساعدات الهلال الأحمر التركي للمتأثرين بالحرب عبر الهلال الأحمر السوداني، وأشاد والي الولاية بجهود تركيا في تقديم العون الغذائي للمتأثرين بالحرب بالولاية عبر القنوات الرسمية التي تقوم بتوزيع الدعومات وفقا للآليات المتفق عليها. وأوضح مدير الهلال الأحمر بالخرطوم أحمد عبد الرحمن سيموزا، أوضح أن الدعم الموجه للولاية يقدر بأربعين طن من السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى وضع خطة لتوزيع المواد على القطاعات المجتمعية بالتنسيق مع الجهات الرسمية عبر محليات الولاية. الآن أمام الدعم التركي الموجه لنا نحن في ولاية الخرطوم، وهو عبارة عن عدس ورز وسكر وسلة غذائية. الكمية بتاعتها هي 40 طن ومهداة من الهلال الأحمر التركي. نحن في جمعية الهلال الأحمر السوداني بنشكر كل الشركاء بتاعينهم، وبنشكر أخواننا في رئاسة الجمعية لدعمهم لفرع ولاية الخرطوم، وإن شاء الله نحن واضعين خطة لتوزيع هذه المواد على قطاعات تستفيد منها إن شاء الله في المستقبل القريب، وإن شاء الله استمر دعم جمعية الهلال الأحمر السوداني لهذه القطاعات اللي احنا بديناها منذ بداية هذه الحرب في أشكال الدعم النقدي وفي أشكال الدعم الغذائي وفي أشكال الدعم المعنوي، وأيضا تستمر فرع ولاية الخرطوم في العمل مع الجهات الرسمية في عملية هذه التوزيع، لأننا بنمشي المحليات وبنغطي كل المناطق اللي يعني احنا ما وصلوها بعض المنظمات. من جهة أخرى، وقفت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الولاية أحمد عثمان حمزة، وقفت على مجمل الأوضاع الخدمية والأعمال الجارية لتأهيل دور الإيواء ونتائج النفر الكبرى لمكافحة نواقل الأمراض وتجفيف مياه الأمطار. كما أمن الاجتماع على المعالجات الهندسية التي ستقوم بها هيئة الطرق والجسور لمعالجة تصريف الميادين والمنخفضات، مع إشراك جميع القطاعات الرسمية والمجتمعية والمنظمات لمقابلة مآلات استمرار هطول الأمطار وارتفاع منسوب النيل. تفقد وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية، تفقد المتأثرين من السيول والفيضانات التي ضربت منطقة أربعات. وأوضح مساعد المدير العام للشؤون الفنية عثمان سليمان حماد، أوضح أن الوفد جاء لإيصال المساعدات والمعينات للمتضررين في إطار المسؤولية الاجتماعية لوزارة المعادن وشركة الموارد المعدنية. من جانبه أكد مدير مكتب الشركة بولاية البحر الأحمر محمد عثمان تيتا، أكد جاهزية الشركة لتسيير القوافل لتخفيف معاناة المواطنين، مشيرا إلى دور الشركة في قضايا المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية. احنا كشركة سودانية للموارد المعدنية الليلة جيناكم بغافلة، يعني حاجة مساهمة يعني في لتخفيف وضع هذا الحاصل للمنطقة، والحمد لله يعني بمعيتنا كل الشركة بقيادة مساعد المدير العام، ان شاء الله نحن يعني جاهزين لاي للمعربات من المناطق طبعا ترفض لنا في التعدين من المناطق الواقعه معانا في اطار التعدين. احنا كمسؤوليه مجتمعيه جينا على اساس انه نقيف معاكم، ودي حاجه اسعافيه للناس لانه في ناس متضررين وفقدناهم، وفي ناس معزولين برضه ما قادرين نصلهم، فان شاء الله نسال الله انه الاعانه للمدير التنفيذي وعلى يعني مكتبه في انه يقدروا يساعدوا كل الاهل ان شاء الله. نحن في الشركه السودانيه يعني احنا ما جايين نتكلم كثير بقدر ما انه دايرين نقيف مع الناس ونوصل رسائلنا برضه ونحسسهم بوفتنا معاهم برضه. يعني
دشن والي ولاية كسل المكلف اللواء الركني معاش الصادق محمد الأزرق دشن مشروع حملة التوعية الجوالة بحضور ناظر عموم قبائل الوجة والعموديات المستقلة ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من القيادات الأهلية والرموز الاجتماعية. وأكد الوالي دعم حكومته لمثل هذه المبادرات التي تسهم في إصحاح البيئة والحد من انتشار الأوبئة والأمراض للوصول إلى مجتمع سليم وخال من الأمراض. ووجه الوالي بمضاعفة الجهود ونقل التجربة لكل محليات الولاية نحو مجتمع سليم. السيد أمين يعني لابد من أن الناس تحذر من الأكل والشراب في المحلات المفتوحة، ولا بد من مراقبة الأطعمة، لا بد من إقامة حملات الرش ومكافحة المرض والأمراض الكثيرة التي يتدعى بتجينا من خلال فصل الخريف. ونناشد أيضا أخواننا في أمانة الحكومة أن ينزلوا هذا النموذج وهذا التوجيه للمحليات المتأثرة بهذا المرض، محلية ود الحليو وحلفة والقربة والمحليات المتأثرة، لابد من أنه يحذوا هذه التجربة ويقوموا بتوعية مجتمعية. والمجتمع يا أخواننا لابد من أنه يشارك، في أنه يساهم في التبصير والتثقيف وحتى تجنب الأماكن اللي ممكن يكون فيها توالد الذباب، والذباب هو أخطر ناقل لهذا المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم. وبالتأكيد نحن شغلنا ماضي في سبيل أنه نكافح هذا المرض، وكل السلطات الرسمية والشعبية والمنظمات المنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في ولاية كسلة هي جهودها تتضافر، والمبادرات تأتينا مبادرة تلو مبادرة في سبيل أنه يشاركوا في هذه الحملات التوعوية، يشاركوا في هذه الحملات بتاعة الرش وإصحاح البيئة والنظافة، ونحن ندعو إلى المزيد. في إطار جهود حكومته لتوفير متطلبات الإقامة بمعسكرات المتأثرين بالحرب، تفقد والي ولاية كسلة ومفوض العون الإنساني وأمين عام الحكومة تفقدوا معسكر الكرامة الثانية غربي كسلة. لدى زيارته التفقدية لمعسكر الكرامة الثاني، أعلن والي ولاية كسلة مضي حكومته قدما في معالجة أوضاع المتأثرين بالحرب المقيمين بكل معسكرات الإيواء. تجينا عرفنا في مشاكل، لأنه العدد كبير، الحمد لله هنا في قريب 637 أسرة قاعدين في الخيم دي، ولسه في ناس قاعدين في الجملونات الكبيرة ودارين يفقوا أوضاعهم. السبب في أنه الشغل يقيف هو يا جماعة الأمطار اللي فاتت دي، أنتوا براكم تعلموا جاءت أمطار الأسبوع الفات منعت التناكر بتاعت الموية تخش لكم، منعت المنظمات الغايمة على إعداد المكان وإن تنصيب الخيم من العمل، ومنعت حتى اللجان المشرفة على الموقع دي إنها تخدم الناس وتساعد في الحلول. يبقى هسه الحمد لله الواطة جفت والمنظمات الخيم عندها، ومن بكرة حيجوكم حيخططوا الموقع الشرقي ده كله قريبة 700 خيمة تاني. ويضم معسكر الكرامة الثاني آلاف الأسر القادمة من مناطق تواجد الميليشيا التي أجبرتهم على مغادرة منازلهم ومدنهم الآمنة. الآن يعني المخيم هو يسير بقدم وساق، نتمنى أنه يعني في ناس قاعدين في العراء، يعني دي مناشدات مننا الناس كلها، نتمنى الناس تلقى خيم تتوفر لها الخدمة الممتازة، والناس يعني شغالة والله. ونشكر مجهودات ولاية كسلة، والان نحن في ضيافه الاخ الوالي، ونشكره كثير انه يعني زار المخيم. كسلة ما قصرت فينا ورحبت بينا، كونه تفتح لنا ابواب نخش دي فضل من ربنا جزاهم الله خير عليها. لكن عليكم والله ولايه السودان عموما، انظروا في حالنا يا اخواننا القاعدين في المراكز قاولهم دين، كفايه انه في مخيمات. وتسابق الجهات المسؤوله هنا الزمن لتوفير كل الخدمات المتمثله في الغذاء والدواء ووحده علاجيه متكامله باشراف طبي تابع لوزاره الصحه. بنقدم خدمات للنازحين هنا، خدمات الرعايه الصحيه الاساسيه كلها من خدمات التحصين والتغذيه وخدمات الغباله وتنظيم الاسره، كل الخدمات بتاع الرعايه الصحيه الاساسيه. كذلك بنقدم خدمات الرعاية الفورية أو العلاجية، والخدمة كلها هنا تقدم مجاني، وعندنا إزعاف في أي وقت يحتاج تحويل عندنا، ونكون الأيام من البداية معه للنهاية.
ولم يقتصر المركز على إيجاد الاحتياجات الضرورية الأساسية بل تعداها إلى خدمة دراسية لكل الأطفال المقيمين هنا، تشمل الأطفال من عمر 5 ل 17 سنة. بتتخلل نشاطين، نشاط ترفيهي ونشاط تعليمي. النشاط التعليمي بيشمل 4 مواد أساسية اللي هي الرياضيات والتربية الإسلامية، الإنجليزي واللغة العربية. الأنشطة الترفيهية اللي هي فيها ألعاب ترفيهية للأطفال، وبيتخلل أنشطة رياضية اللي هي كرة القدم وكرة السلة والطائرة. جيش واحد، شعب واحد، هو لسان حال أطفال السودان مهما اختلف الزمان والمكان. ورغم الجهود المبذولة والتعدد الاحتياجات تظل الحاجة أكبر لمزيد من الدعم والإسناد. بخطى واسغة تمضي حكومة ولاية كسلة في معالجة أوضاع المتأثرين بالحرب بمعسكرات الكرامة. إدريس هشابة، تلفزيون السودان، ولاية كسلة. شهد المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ شهد تخريج معسكرات المرأة بقرية جنتو بوحدة جنوب شندي بحضور اللواء ركن عبد الناصر صلاح حسن ممثل قيادة الفرقة الثالثة مشاه بشندي ومدير شرطة المحلية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وأشاد المدير التنفيذي بالأدوار الكبيرة لأهل جنتو وهم يتدافعون نحو معسكرات التدريب، وحي خالد مجاهدات المرأة وهي تدفع بنفسها وبأبنائها دفاعا عن حمى الوطن، فيما أكد اللواء الركن عبد الناصر صلاح حسن ممثل قيادة الفرقة الثالثة مشاه شندي جاهزية قيادة الفرقة لتدريب وتسليح الشباب، محييا أهل جنتو لمساهمتهم الكبيرة في المجالات كافة، مشيدا بالدور الكبير للمرأة في معركة الكرامة. اليوم نشهد تخريج معسكرات المرأة الكرامة الثانية، ونشهد أيضا احتفالات الكشافة بهذه القرية. شكرا جزيلا للمرأة في منطقة جندتو التي حقيقة لم تتأخر يوما عن الرجال وعن معسكرات التدريب وعن الاستنفار وعن دعم الجرحى وعن غيرها من المناشط التي تدعم وتسند القوات المسلحة. هذه المعسكرات هي ليست معسكرات للتدريب فقط، بل هي معسكرات لتقديم دروس في التربية الوطنية، دروس في حب الوطن، ودروس في حب القوات المسلحة. نحن من خلال جولتنا في القوات المسلحة في أي منطقة، نحن لقينا أولاد جندتو وأبناء جندتو وأبناء شندي عندهم بصمات واضحة، سواء كان في المنطقة العسكرية الشرقية اللي عملنا فيها، أو في المنطقة الوسطى الهجانة، أو في المنطقة الغربية دارفور. وما غريب على أهلنا في جندتو إنهم يقدموا، واليوم هم بقدموا بنات مهيرة، أخوات نسيبة، أخوات نسيبة، عشان يكونوا سند للقوات المسلحة، عشان يقيفوا مع أخوانهم وراهم. والراجل لما يلد الجنة بيقول حبابك جمال شيلي، ونقول لأهلنا في جندتو جمال شيلكم قدام ودار سندهم. ونحن نقول للمستنفرات لسنا بأقل أهمية من هؤلاء الرجال الذين قاعدين في الحدود في الدفاعات الأمامية. الله أكبر. وكلنا معهم نقول جيش واحد، شعب واحد. احنا من هذا المحل نقول لكم يا جماعة، الجنجة إلى زوال، إلى زوال، والنص قريب جدا، شايفينه كده قدامنا كده زي ما شايفينه نحن. أعلن والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أعلن عن التدخلات الآنية والعاجلة لإيواء وجبر الضرر الذي لحق بأهالي قرى ومناطق العبادية بمحلية بربر. ووجه والي الولاية خلال زيارته الميدانية وجه الجهات المختصة بالإسراع في توفير مواد الإيواء والغذاء والأمصال والأدوية الطبية للمتأثرين، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات حكومته لتخفيف حدة الضرر والأثار الناجمة عن السيول بمنطقة العبادية. من جانبه أوضح اللواء معاش كمال العشير ممثل أهالي المنطقة أكد أن حجم السيول الذي دهم المنطقة أثر
تأثيرا كبيرا على المنازل والمساكن بعدد كبير من القرى، مما يتطلب تضافر جميع الجهود بالولاية. بقول يا جماعة حقيقة، يعني حقيقة الناس تعرفها انه التغير بتاع المناخ سبب في بعض يعني الاصابات اللي اصابتنا على مستوى ولاية نهر النيل بما فيها المناطق اللي الان نحن واقفين فيها. التغير بتاع المناخ، وان شاء الله تغير المناخ يفترض يقابل تغير للخطط الهندسية حقتنا. نحن ان شاء الله الناس اللي تأثرت على استعداد تام، تصلنا القيام، تصلنا المشمعات، تصلنا الإغاثة، تصلنا أي حاجة هم محتاجين لها والأمصال. نحن كحكومة إن شاء الله ما بنبخل عليكم بأي حاجة موجودة على مستوى الولاية، على مستوى المحلية، على مستوى الوحدة الإدارية إن شاء الله ما بنبخل عليكم بأي شيء، وناسنا حيكونوا معاكم طوال متابعين لأي حاجة لحد ما ننتهي من الأزمة دي. حاليا نحن عشان نفك الأزمة دي وجهنا بأنه تجي ستة لناشي الآن وراح لأخونا الطيب الشريف الضابط الإداري عشان تفك الأزمة دي، ويحدث تبادل للبساط. الناس الماشين جاي يركبوا، الناس الماشين كده يركبوا، ونحن هنا بنشكر والله أهلنا في الجنبرات أهل كرم وأهل شجاعة وأهل ضيافة، ومش من الليلة ولا البارح، من قديم الزمان وده تاريخه. وأهلنا في العبيدية كلها شمال وجنوب وكل المواقع، اليهود الديدن بتاعهم وده الشغل بتاعهم، ونحن ان شاء الله وقفتنا معهم بكل كلياتنا باذن الله تعالى. نحن الان حسي الان في العبيديه، في العبيديه شمال وجنوب نزل عندنا وادي، الوادي ده بيجي من دار تواي، بيجي من جبال من جبال البحر الاحمر، بيجي من دار تواي، وادي دار تواي ده وادي بنزرعه من قديم الزمان، بتجي مويه، لكن المويه جات السنه دي ما في مويه، جات قدره حتى سنه 88 مويه كثيره، وحصل ضرر كثير لهالنديل. هنا عندنا ثلاثة غرى، عندنا قرية الطاشاب والنمر وقطيط والطريف والعقدة، كلها الغرى دي هنا اتمسحن حسي الآن. الطريف فيها جزء تأثير بسيط، والآن النمر ذاتها تقسمت لقسمين، في جزء هنا مع الجمبرات وفي جزء بغادي مع النمر. حسي الآن أنا عرض أحداث اليوم مستمر معكم من تلفزيون السودان. كشف مدير شرطة الولاية الشمالية مقرر لجنة أمن الولاية اللواء شرطة حقوقي دكتور محمد أحمد الأمين، كشف عن أضرار كبيرة لحقت ببعض المناطق بمحلية الدبة جراء الأمطار والسيول وانهيار عدد من المنازل بشكل كلي وأخرى جزئيا، إضافة لتأثر الإمداد الكهربائي والمائي بالمحلية وجرف السيول للماشية وانقطاع الطريق المؤدي من الدبة إلى جزيرة تنجسي والطريق القومي. وقال مدير الشرطة لدى لقائه والي الولاية الشمالية المكلف عبد الدين عوض الله، قال إنه وقف برفقة وزير الاستثمار والصناعة باشمهندس عمر علي صالح على حجم الخسائر جراء السيول والأمطار بمحلية الدبة والجهود المبذولة في تقديم المعاينات الضرورية للمتضررين. الجهود ويمكن كان كل المعينات الضرورية الأولى تم توصيلها لكل الناس اللي تضرروا، وحقيقة في أضرار كلية، الناس يمكن بيوتهم جرفت تماما، وفي برضو هناك يعني ضرر جزئي لبعض المنازل تأثرت برضو بعد الماشية يمكن جرفت السيول، والحمد لله نحمد الله كثيرا في أنه ما في أي خسارة رصدت في الأرواح، لكن الحمد لله يمكن في بعض المنظمات اللي هو مركز الملك سلمان في إضافة وبقية المنظمات الأخرى كلها كانت حضور، وتم تقديم المعينات الغذائية العاجلة للناس، توصيل المياه من الحتات اللي فيها إمداد مائي، وتمت معالجة الأشياء. أيضا هناك يعني تقديم برضو من مركز الملك سلمان يمكن كان فيها شنطة إيوائية حوت كل التفاصيل من المشمعات والبطاطين والأواني حتى طبخ الطعام، فكانت حقيقة مسألة متكاملة. كشف حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي، كشف عن المساعي الجارية لفتح المعابر الحدودية لانسياب السلع الضرورية وفق البروتوكول الموقع بين إقليم بني شنغول جوموز الأثيوبي وإقليم النيل الأزرق للمساهمة في حل التحديات الاقتصادية.
الأمن والأمان والتعافي بالمناطق الحدودية مخرجات توقف عندها قائد الفرقة الرابعة مشاه بالإنابة العميد ركن الخير النور دبورة من خلال اجتماع اللجنة الأمنية بإقليم النيل الأزرق. إضافة لتأميننا لكافة حدود منطقة مسؤوليتنا، نحن ساعين نتقدم للأمام وعندنا خطط عسكرية موضوعة خلال فترة وجيزة إن شاء الله حيكون قضينا على كل جيوب التمرد القريبة مننا. ما بنقول الداخل إغليمنا لأنه إغليمنا نظيف ما فيه أي حاجة، ونطمن الناس إنه الوضع الأمني في داخل الدمازين مطمن جدا، وهنالك التفاف وتضامن من مواطن المدينة دي مع قوات المسلحة والقوات النظامية. إذن فما هي التدابير التي وضعتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالإقليم لمجابهة التحديات الاقتصادية في تزعير بعض السلع الأساسية؟ وحتساعد كثير في استقرار السلع الأساسية، بالأساس سلعة الذرة والسكر. حقيقة الوضع في الدقيق أظن يكون يعني ما كافي، لكن بنصبه لأنه يكون فيه يعني إمداد عبر مطار بورسودان لمطار الدمازين كسلعة إسعافية يعني دعينا في عبور المرحلة الحالية. فيما بشرت حكومة إقليم النيل الأزرق بحزمة من التحوطات لاستدامة الاستقرار بمختلف مناحي الحياة. فضل القيادة الرشيدة للمسؤول المركز يمكن ب20,000 جوال ذرة لحل المشكلة الخانية هنا في هذا الإقليم، فهذا كله كان يمكن يعني بصوف في اهتمام الحكومة المركزية بأوضبة المواطنين في إقليم النيل الأزرق. فإما بعض المشاكل يمكن الاقتصادية يمكن المتمثلة في السلع الاستهلاكية، حقيقة دي مشاكل عامة ومعروفة بالنسبة لنا كلنا كسودانيين، ولكن نحن سعيين برضه بفتح المعابر وفق البروتوكول المنشط بين حكومتي بني شنغول قومس وإقليم النيل الأزرق. استدامة الاستقرار ومعاش الناس استمراريتها يرى مراقبون أنها مرهونة بحسم معركة الكرامة. عصام طه، تلفزيون السودان، إقليم النيل الأزرق. أعلن مجلس الكنائس بولاية شمال كردفان أعلنوا وقفتهم خلف مؤسسات الدولة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد وإسناد العملية التعليمية والوقوف جنبا إلى جنب مع أنشطة وبرامج الولاية التي تخدم المواطنين. اللقاء المشترك لمجلس الكنائس ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وضحت الله ووزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للشؤون الدينية بالولاية ياتي تأكيدا لوقفة الكنائس مع أنشطة وبرامج حكومة الولاية ودعمها للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في معركة الكرامة وإسناد مسيرة التعليم بالولاية. مجلس الكنائس اللي موجود في ولاية شمال كردفان هم من خلف القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حماية لهذه البلاد وهذه الأرض. الهدف الثاني هو دعم التعليم أو العملية التعليمية. نؤكد إحنا مع عملية دعم التعليم ونؤكد وقوفنا مع كل القوات النظامية مع القوات المسلحة حتى ما إن الله ينعم علينا في ولاية شمال كردفان بسلام وبأمان وتعايش حقيقي. حراك واسع تشهده الكنائس بمدينة الأبيض في إسكاء روح التسامح والتعايش الديني بين كافة الطوائف بجانب التبصير بأهمية استمرار العملية التعليمية ودعم القوات المسلحة. لولا القوات المسلحة ما كان في سلام في هذا البلد، هم اللي بيحموا ربنا يحميهم ويحفظهم إلى ما البلد يستقر أو السلام يتأسس. كثيرين كانوا يخلوا البلد ويمشوا خارج البلاد عشان يعلموا أولادهم، لكن ده قرار الشيعة. نشكر ربنا كثير جدا. عبرنا كمان عن حاجات تعليم المسيحي وفكرنا أنه يكون هنالك مياه لأطفال في مدارسنا. اللقاء المشترك لمجلس الكنائس بولاية شمال كردفان تطرق للعديد من القضايا المرتبطة بالكنائس والعملية التعليمية لأبناء المسيحيين. إبراهيم أحمد إبراهيم، تلفزيون السودان، ولاية شمال كردفان الأبيض. تسلم والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله بمباني الجريدة الرسمية الجديد بكوستي
تسلم العدد الأول من الجريدة الرسمية للولاية، وأشاد الخليفة بجهود الإدارة القانونية لتدشين العمل بالجريدة الرسمية لنشر جميع القرارات والمراسم والإجراءات الخاصة بدولاب العمل بالدولة، وقال إن الجريدة تسهم في تسهيل عمل كافة الأجهزة السياسية والأمنية والعدلية والتنفيذية، إضافة إلى تقليل تكلفة السفر للمواطنين لتصحيح الإجراءات الخاصة بالإشهاد الشرعي وتغيير الأسماء. من جانبه أكد مولانا الدكتور الصادق مفرح مدير الإدارة القانونية بالولاية، أكد أن كل القرارات الصادرة من الجهاز التنفيذي والأوامر ستجد حظها في هذا الأرشيف. ونفتكر أنه هذا جهد كبير جدا أنه يكون للولاية جريدة رسمية تتناول كل القرارات وكل الإجراءات الخاصة بدولاب الدولة، حتى أنه المواطن يكون ملم على الأقل بما يدور، يعني تكون هي في متناول يد المواطن في المقام الأول، والأجهزة القانونية والعدلية والشرطية تكون ملمة بكل تفاصيل سير العمل بتاع الولاية، ده فضلا عن أنه بتخفف على المواطن كثير من عناء السفر إلى العاصمة الإدارية الآن بورسودان، ومن قبل كان في الخرطوم، لتصحيح بعض الإجراءات الخاصة بالإشهاد أو تغيير الأسماء وما إلى ذلك. اليوم الحمد لله تم تدشين النسخة الأولى الورقية والإلكترونية للجريدة الرسمية في ولاية النيل الأبيض. لأول مرة يتم إنشاء مكتب الجريدة الرسمية، ونحن من هنا بنشكر السيد وزير العدل والسيدة وكيل وزارة العدل والجهاز التنفيذي بالولاية على رأس السيد الوالي والأخت وزيرة المالية وكل الأخوة في الأجهزة المختصة، ساعدونا كثيرا من أجل أن ترى هذه الجريدة الرسمية النور. ومن هنا نحن بنقول يعني مبروك لولاية النيل الأبيض، وإن شاء الله كل القرارات وكل التشريعات وكل الأوامر وكل اللوائح وكل القرارات الصادرة من الجهاز التنفيذي من وزير من السيد الوالي من الأخوة المعتمدين وغيرهم إن شاء الله ستجد حظها في هذا الإرشيف، ونحن نسميه البنك المستندات الحكومي. يعني طالب مجلس أمناء الجمعية السودانية لرعاية وتوطين زراعة الكبد، طالب كافة قطاعات المجتمع السودانية بإسناد ودعم نفرة إعمار مؤسسات القطاع الصحي بالبلاد. وقال رئيس مجلس الأمناء السفير عمر صالح أبو بكر في اجتماع المجلس لاعتماد استراتيجية مركز توطين زراعة الأعضاء، قال إن السودان قادر على النهوض مرة أخرى بفضل سواعد بنيه، مبينا أن معركة البناء والتعمير ستمضي إلى جانب معركة إخراج المرتزقة من السودان. فيما أوضح رئيس الجمعية دكتور محمد الشريف محمد الحسن أن اجتماع مجلس الأمناء سيعتمد استراتيجية مركز زراعة الأعضاء في السودان خلال 5 سنوات القادمة. عمل طبية بها عدد من الأخصائيين ومشاركين من الخارج على رأسهم جمهورية إيران، بها خبراء في زراعة الكبد وجمهورية مصر العربية والجزائر، وسيشاركون فرق عمل مع أطباء سودانيين خبراء لتنشيط عمل هذه الجمعية. جاء الوقت الآن نشمر سواد الجد والسوار الجادة والكوادر الحقة، نعم نرفع شعار إخراج هؤلاء البغاة والغازيين والمعتدين، واليد الأخرى تحمل معول البناء. يعني احنا في اجتماعنا الفوق العادة لمجلس الأمناء وفي إضافة لأعضاء مجلس أمناء جدد، فيهم من أعضاء من السفراء وأعضاء من المؤسسات الحيوية الفعالة في الدولة، وفي بعض المهتمين والرجال الأعمال، وده لكله عشان يكون عندنا في توطين زراعة الكبد في السودان، ونعتمد خطة جديدة في توطين زراعة الأعضاء في السودان إن شاء الله. دي الخطة القادمة واعتماد الاستراتيجية لمركز زراعة الأعضاء في السودان. بحث الاجتماع المشترك بين منظمة جايكا اليابانية ووزارتي المالية والزراعة بولاية نهر النيل، بحث سبل استمرارية دعم مشروعات المنظمة بولاية نهر النيل
وتقديم التسهيلات والإيفاء بالالتزامات المحلية. وأكدت وزيرة المالية بنهر النيل أميرة أحمد حسن اعتماد طريقة الزراعة الموجهة للأسواق بعدد 8 مشاريع حكومية رائدة في نهر النيل، بالإضافة لعدد من المشاريع الأخرى التي ستدخل حزمة الدعم. كما ثمنت وزيرة المالية بالولاية جهود وإسهامات منظمة جايكا في دعم مشروعات التنمية والاستقرار الزراعي بالولاية. اجتماع اليوم بالأخ مدير عام وزارة الزراعة ووفد كريم من منظمة جايكا اليابانية والتي تعمل في الولاية، يمكن عملت في الولاية لسنوات عديدة. الآن المشروع اللي بتعمل فيه هو مشروع الزراعة الموجهة للسوق في مجال رفع القدرات، بتعمل في عدد 8 مشاريع حكومية، والآن تم إضافة 11 مشروع. دلغت لنا يمكن 50% من المشاريع الحكومية بالولاية. يمكن المشروع له إسهامات واضحة على الكوادر العاملة في مجال الزراعة. يمكن الجلسة كانت بشأن المكون المحلي ودعم الولاية للمشروع بسبب الظروف الاستثنائية المرت بها البلاد. تم مناقشة استمرارية الموضوع والأعمال الجارية، وكذلك تم نقاش المكون المحلي والذي تعطل للظروف الحاصلة في البلد، وعدت الأخت الوزيرة بالوفاء به، وإن شاء الله الالتزام وزارة المالية بكل ما يلزم استمرار المشروع، بالإضافة لمخاطبة الجهات المعنية باستمرار المشروع. ونحن إن شاء الله نتوقع أداء كبير من هذه المنظمة، ولا يفوت أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمنظمة جايكا وللشعب الياباني. أشاد والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور أشاد بالأدوار الطلعية لأهل الإعلام والصحافة خلال معركة الكرامة في دعم وإسناد القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى، مشيرا لأهمية توحيد الجبهة الداخلية لصد المؤامرات التي تحاك ضد السودان. جاء ذلك لدى لقائه وفد الصحافة السودانية. وقدم والي الولاية تنويرا شاملا للوفد حول جهود حكومة الولاية لتقديم المساعدات للمتأثرين بالسيول والفيضانات بكل من أربعات ومحلية توكر، إلى جانب القضايا الأخرى المتعلقة بخدمة المواطنين بالولاية. نهاية عرض أحداث اليوم لهذه الليلة، نعود ونذكر بأهم ما جاء فيه من عناوين. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يقف على المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بسد أربعات. لجنة الدعاوى الدولية ضد الميليشيا بوزارة العدل تناقش الخطة الفنية لملاحقة المتهمين. المدير العام لقوات الشرطة يتفقد سير العمل بإدارة السجل المدني في بورسودان. بهذا مشاهدينا تكامل واكتمل عرض أحداث اليوم لهذه الليلة. خالص تحياتي وفريق العمل، ونسأل الله أن ينعم على بلادنا بالأمن والسلام والاستقرار والنصر للقوات المسلحة. يبقوا في أمان الله.